فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الذي دعا إلى ضلالة ونشرها ثم تاب إلى الله يبقى عليه أوزار من تبعه؟ عليه أن يبين، عليه أن يبين ويصرح لأنه أخطأ وأنه تاب إلى الله من هذا، لعل الله يغفر له. نعم. أما إذا ترك من اتبعوه ولم يبين لهم فهو يتحمل أوزارهم. نعم.